احمد مع القديوي، ننطلق مع بايلا والحكم يقول خطا لبايلا. شاهدوا الكرة الماضية، شاهدوا الكرة الماضية، شوف اللقطة مرة أخرى. حاول فيها الجواري، بحث على ضربة جزاء ولكن لم يكن هناك أي عرقلة أو مضايقة من العمران. لم أقول بأنه كانت في نوع من التحايل المبالغة من الجواري، والحكام هنا ماذا يقول؟ مطالبة بخطأ، لمبارك يطلب بخطأ. تتوتر الأعصاب في هذه اللحظات وتكثر الأخطاء. أجدوا بسرعة، الحكام العاشري يطلب إعادة التنفيذ، يطلب إعادة التنفيذ. المباراة جاءت في روح رياضية عالية ونتمناها كذلك حتى النهاية. قلت توترت الأعصاب في المستطيل الأخضر. سعيد فتاح والجواري، ونادر المياغري هذا دوره. برافو نادر، أعتبر المدرب الثاني في تشكيلة الحمراء والمدرب الثاني في تشكيلة الأسود. هذه لقطة لم نكن نتمنى نشاهدها. الجواري وسعيد فتاح، الجواري وسعيد فتاح. اليوم يا سعيد مع الوداد، لكن لا تنسى بأنك تحتفظ بذكريات جميلة مع نادي الرجاء الرياضي. رشيد السليماني وفتاح يعرفان جيدا بعضهما البعض، ومحاولة تهدئة الأمور بين زميلي الأمس، ولكنه اليوم متنافسان وجها لوجه، فيس تو فيس، في هذا الديربي رقم 111، وبطاقة صفراء لسعيد فتاح. إذن قرار حازم من حكم المباراة، حازم حتى الآن، لا مؤاخذات لا كلام على عبد الله العشيري. تحكيم ممتاز حتى الآن، واقف.